محمد بن راشد رجل يتنفس الحكمة، يقرأ التاريخ في صفحات الحاضر، رجل يرفض الركون إلى مظاهر الحضارة المزيفة، يؤمن بأن الحضارة الحقيقية تبنى بالعلم والمعرفة، رجل يرى في القراءة نورا يخترق عتمة الزمن، غرس يثمر عناقيد الأمل، يرى في كل صفحة تفتح نافذة تطل على المستقبل. في تحدي القراءة العربي أراد محمد بن راشد أن يعيد للأمة مجدها الضائع بين رفوف الكتب، أن تنطلق في رحلة استعادة الذات، أن يحرر العقول من قيود الجهل، أن يعيد الكتاب رفيقا دائما، أن يكون الكتاب صديق الوجود. أراد أن يوقظ روح العلم في أمة عرفت يوما بأنها أمة اقرأ، والأمة التي تقرأ هي الأمة التي تقود.